سناء. قومي يا بت. في ايه؟ في ايه؟ قومي. في ايه؟ تعالي عايزاكي. طب ثانيه يا سناء. في ايه يا اختي؟ قومي خلصي. بقول لك ايه، اضربيني. نعم اضربيني، شلفتي لي وشي. اضرب مين؟ يخرب بيت صوتك، هتفضحينا. اضربيني بس بصوت واطي. طب ليه؟ طيب مش فاهمه انا اضربك ليه. وهفهمك بعدين، بس بطلي رخي. يلا خلاص. يعني انت عايزه تضربي يا تفيده؟ ايوه. طب ما تزعليش بقى يا تفيده، ما تزعليش بقى يا تفيده. انت اللي قلتي عايزه تضربي يا تفيده. انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ انت اللي قلتي عايزه تضربي. مدام انتصار، في واحد جاب الظرف ده لحضرتك وسلمه للأمن تحت. ده مين اللي جابه؟ مش عارفة. طب وفي ايه؟ مش عارفة حضرتك. يعني تسلميه من غير ما تعرفي فيه ايه؟ تفضلي. شكرا. تفضلي انت. الو، ازيك يا سعاد؟ قلبي معك يا سعاد. هقولك ايه، منها لله، ربنا ينتقم منها زي ما هي مش احتفانة وتعبانة كده. اوكي، باي باي يا حبيبتي، باي. منك لله يا ست ضلمة انتي. ايه ده؟ يا نهار اسود. مدام انتصار الحقيني، انا مسجونه في سجن النساء بالقناطر. اظن كده مفيش حجه. عمرو اخوك اتجوز البنت اللي بيحبها واللي مامتك اصلا كانت رافضاها. ما هو ده الوقت يا ابراهيم اللي انا قلت لك عليه مستنياه. ما هي مامي لازم تعرف ان المعامله بالمثل. عمرو اختار شريكة حياته وانا كمان من حقي اختار شريك حياتي. بالظبط، هي دي هيام اللي انا حبيتها، بنت عندها شخصيه قويه، بنت عندها راي. هو ده انت، اعملي كده. اه ده انت اشحن فيا وانا اروح لمامي واهب فيها ومبوظ الدنيا. لا ابوس ايدك، احنا ما صدقنا وصلنا للمرحله دي. المرحله دي كويسه جدا، فبالراحه بالعقل بالهداوه كده مع ماما. ماشي، انت عندك حق، بس انا فعلا مشحونه. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تروحي لباباكي، يعني اتكلمي معاه قولي له احنا ممكن نعمل ايه، ايه رايه؟ الراجل ده مخ كبير، اكيد هيفيدنا. بابي تفتكر؟ اه هيفيدنا يعني. يبقى بابي. ما تقلقيش يا هيام، امك وقعت نفسها في الغلط بايديها يوم ما وافقت على جواز عمرو، لأن العداء اللي بينها وبين إبراهيم عمره ما هيكون زي العداء اللي بينها وبين نور. هو في لغز غريب برضه يا بوبي، نفسي أفهمه. هو إيه العداء الغريب اللي ما بين مامي وحمات عمرو؟ لا دي حكاية طول شرحها، المهم خلينا في موضوعك. أيوه موضوعي موضوعي، خلينا في موضوعي. بوبي أنا شايفة إن الحل الوحيد لموضوعي إن حضرتك اللي تتكلم مع مامي. آه ما انتوا دايما تحطوني في وش المدفع، ما انا عارف. انت ربنا يخليك لينا يا احلى داد في الدنيا. هعمل ايه؟ ولادي وبحبكم. Thank you.
ازيك يا نور؟ انتصار، ايه الخطوة اللطيفة دي؟ ايه؟ هفضل قاعدة على الباب كتير؟ اتفضلي. مش ممكن الست اللي نايمة على روحها دي طول الوقت. اوف، عارفة بتشتغل ازاي دي؟ هقعد فين؟ أخبارك إيه بقى يا نور؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ عندي صداع والله ما قادرة أتكلم. آه يا راسي أنا مش قادرة خالص، مش قادرة أتكلم مع حد. أنا من يوم ما عرفتك وإنش عندك الصداع ده ونايمة على روحك، إيه هقعد أكلم الكنبة كده لوحدي؟ ممكن تيجي تتفضلي عشان عايزة أقول لك حاجة لمصلحتك. حاضر حاضر. أوف. يا نافوخي نافوخي قايد نار وممنوعة من الكلام ومش عايزة اتكلم خالص خالص. بس ممكن تسمعي. ايه كان عندك تنظيف ولا ايه يا نور؟ حزمة كده دماغك ليه يا ماما؟ ضغطي عالي ضغطي عالي، مش عارفة اتصبحت بوش مين. امال دماغك ما بتنفجرش ليه؟ بصي يا نور يا حبيبتي، انا جاية عشان اكلمك في موضوع لمصلحتك. انتي تعرفي سجينة عندك اسمها تفيدة؟ تفيدة؟ وانتي تعرفيها منين؟ انا معرفش الاشكال اللي انتي بتتعاملي معاها، بس هي تعرفني زي بقية المصريين، زي ملايين المعجبين. هي الحقيقة من كام يوم كده بعتت لي الصور دي. ايه الصور دي؟ الصور دي متفبركة. ما انت عارفة الفوتوشوب مش سايب حد في حاله. لو كان فوتوشوب كنت انا اول واحدة عرفت. لا الصور دي مظبوطة. وانت عايزة ايه؟ انت جاية هنا عشان ايه؟ عايزة تساوميني؟ أساومك إيه يا ماما؟ أنا لو عايزة أساومك كان زماني نزلت الصور دي في أي برنامج على المحطة عندي، لكن للأسف الشديد إحنا بقينا نسايب، يعني اللي يمسك يمسني ويمس عمرو ابني. أنا جاية علشان أقولك هتتصرفي إزاي. الصور دي كان ممكن تنزل على أي محطة غير محطتي. طبعًا، وإنتي أولى بالمقاولة دي. نهايته، إنتي عايزة إيه؟ أنا عايزاك تعاملي الواد عمرو ابني معاملة كويسة، بطلي ترزلي عليه. مش قلتلك أنا مش تلميذة، أنت جاية تساوميني. يا ستي أساوم، أنت نايمة كده على طول، حتى في تفكيرك نايمة. صحصحي، أنا مش عايزة أساومك، أنا عايزاكي تفوقي وتشوفي هتتصرفي إزاي. إحنا يا بنتي بقينا في مركب واحدة. بلا مركب بلا لانش. الصور دي صيني مزيفة، اعملي بيها اللي انت عايزاه. عايزه تنزليها في القناه عندك نزليها، عايزه تنزليها في السينما نزليها. البرنس ابنك هيعامل بنتي كويس هحطه في عيني. هيعمل كده بلاش اقول لك. انا محسن. على اي حال يا روحي، البنت مش قادره ابص في يا خراب ايه ده؟ واضح انك برج التور. خدي يا ماما ادي الصور عندك. أنا عندي مليون نسخة، اتأملي فيهم بقى براحتك في الفضاء الخارجي اللي انت عايشة فيه لوحدك ده. لا غريبة دماغ. أوه إيه ده؟ لافلي. تصوري يا نور أول مرة أشوف صورة ماما، شكلك بالظبط. باي باي.